الفنانة سميحة أيوب قالت لمجلة أسبوعية يوم 8 ديسمبر سنة 95: اكتشفت أن الأبناء مش محتاجين أكل وشرب ولبس، لأ ده في علاقة إنسانية جميلة لابد أن تصنع خطوة خطوة بين الأم وأبنائها. هل أنت نادمة إن الفن أخذك كثيرا عن أبنائك من قبل؟ يعني دلوقتي حسيتها، قبل ما كنتش حساها لان كنت صغيرة وجبت اولادي وانا صغيرة، ما كنتش لسه نضجت. كان فيه شغل كتير قوي، الصبح بروفا وبعد الظهر بروفا وبالليل سواري، وبعدين بتنطط اسجل في التلفزيون وبعدين اروح الاذاعة. كانت حياتي مليانة وفيها لهاس، وعايزة يعني أثبت وجود في الأول، أقول أنا اسمي فلانة. اسم فلانة ده هيجي من إيه؟ هيجي من خلال أعمال جيدة. فكنت نفسي يعني أعمل اسم وبعدين يعني إيه ألتقط أنفاسي بالنسبة للأولاد. لكن الظاهر الدوامة بتاخد الواحد ويطلع من عمل يخش في عمل ويطلع من عمل يخش في عمل. بصيت لقيت نفسي العيال كبروا وانا كبرت وما عرفتش اقعد معاهم الا لما بسافر لهم. هم اتعلموا بره، كملوا تعليمهم بره في امريكا وكده وقعدوا هناك. فابتديت انا، ودي حاجة الناس ممكن تضحك عليها، نتعرف على بعض انا والاولاد من خلال قعداتي معاهم ونقاشنا ليالي وأيام. قبل كنت بشوفهم عايزين إيه، بشوف مدارسهم، بشوف مذاكرتهم إيه، بس كله زي ما بتاخد سندوتش وانت طالع تجري، مش بروية وبتأني، وإنك انت ما عندكش فسحة من الوقت إنك انت تعرف أفكارهم إيه. بس كان عندي حاجة في السبكونشس جوه في عقلي الباطن، إن أنا معتمدة على والدتي لأن والدتي مربية كويسة جدا بدليل أنها ربتني وأنا معجبة بيها، يعني معجبة بتربيتها فكنت معتمدة عليها، وهي كانت يعني شابة، مش أم من الأمهات لا، كانت شابة وكانت مثقفة وكانت فيها حيوية ومربية كويسة، فكنت معتمدة عليها. ما أنا عيلة من ضمن العيال اللي في البيت، واخد بالك؟ فالإحساس ده كان منتبني، يعني إحساس الأم، والأم كانت أمي هي الأم في البيت. فلما وبشوف الأولاد وأشوفهم وما أعرفش إيه وطالع أجري، لدرجة يوم العيال جيت لقيتهم عاملين مؤتمر الاتنين وقاعدين لي، كانوا صغيرين. قلت لهم إيه مالكوا؟ قالوا إحنا عايزينك. قلت لهم يعني إيه عايزين؟ عايزين نقعد معاكي. طب ما أنا بقعد معاكوا. لا، عايزين نقعد معاكي كتير. قلت لهم انتوا مجانين، مش انا بشتغل علشان انتوا تبقوا كويسين، وعشان مش عايزين اي حاجه، عايزين نقعد معاك، احنا عايزين نقعد معاك.